أعرفهم بنفسي، أنا الدكتورة إيمان محمود ناصف، استشاري طب الأطفال بمستشفى مدينة نصر التأمين الصحي. النهاردة إحنا بنتكلم طبعا كلنا زي كل العالم حاليا مشغول بقصة الكورونا، فيروس الكورونا الذي أصاب بلاد العالم كلها بهذا البانديميك، والناس كلها مشغولة حاليا. هل في حاجة في الأدوية المتاحة بالماركت بتقي أو بتمنع أو بتعالج فيروس الكورونا؟ حقيقة الأمر إن لغاية دلوقتي لم يكتشف علميا أو بريسيرش المؤكدة إن في أي دواء يقي أو يمنع أو يعالج، إنما الاستادز كلها والريسيرشز حاليا على قدم وساق للوصول لهذه المعلومات. من المعلومات الخاطئة إن اللي لقيتها في الماركت والناس كتير، إن السحب الشديد لبعض الأدوية منها أدوية الملاريا، في أدوية للملاريا زي الهيدروكسي كلوروكوين نقصت في الماركت فعلا المصري، أدوية زي فيتامين سي السابلمنتس أو الزنك برضو نقصت في الماركت المصري. الحقيقة أنا مش شايفة أي داعي لذلك، لأن لم يثبت علميا أن أي من هذه الأدوية تعالج أو تقي من مرض الكورونا، ونؤكد على الحرص الشديد في استخدام حتى الجرعات العالية من فيتامين سي أو الزنك غير مرحب بها بالمرة. احنا ممكن ناخد السبلمنتس بتاعتنا من الاكل الطبيعي الهيلثي، من الفيتامينز ومن كل ما ناكله هيلثي او اكل طبيعي في موجود حوالينا، ولكن نبتعد عن الجرعات العالية حتى من الفيتامينات. بالنسبة لدواء الملاريا انا مش شايفة اي داعي لاستخدامه، هو دواء ضار اذا لم يستخدم تحت اشراف الطبيب، والناس اللي راحت خدتهم من الصيدليات انصحها انها لا تستخدم هذا الدواء لانه حصل له نقص شديد في الماركت وده غير مطلوب بالمره. بالنسبه لبعض برضو الاسئله اللي بتتوارد لنا كثيرا كاطباء في الوقت الحالي بالنسبه لموضوع الغرغره، هل الغرغره بالخل مفيده؟ الحقيقه لم يثبت علميا ان الخل ضعيف جدا از ان انتيسبتيك، ممكن نستخدمه على الخضار بعد غسيله أو على الفاكهة بعد غسلها، ولكن لا يستخدم في الغرغرة ولا ننصح بذلك أبدا. بالنسبة للغرغرات اللي هو الأنواع الموجودة في الفارماسيز فممكن جدا أن نستخدمها كنوع من البيرسونال هايجين، ولكن لم يثبت علميا أن لها أي علاقة للتخلص من الكورونا في الحلق في حلق الإنسان. برضو من الحاجات المهمة اللي الناس كتير قوي بتتساءل عنها في الوقت الحالي بالنسبة لتطعيم التطعيمات الموجودة، هل أطعم أولادي؟ ننصح عموما بالتطعيمات زي تطعيم المكور الرئوي، ده مهم جدا لمرض النمونيا أو الالتهاب الرئوي المتسبب عنه هذا الميكروب، ولكن ليس له علاقة أنه بيقي من الكورونا. برضو بعض التطعيمات الأخرى كالحصبة وغيرها ننصح بأن كل طفل ياخد تطعيماته في الوقت المناسب في الوقت في السكيدجول المناسب لها، ولكن ننفي وجود أي علاقة بين هذه التطعيمات للوقاية من الكورونا.